أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إن شاء الله اليوم رح نتعلم كيف نرسم على الحيط بطريقة كتير سهلة. تابعوني. هلأ هون رح أدخل على جوجل عشان أطول الصورة أو الرسمة اللي بدي إياها. في رسمات كتير، أنا ما لقيت الصورة اللي بدي إياها بالأبيض والأسود، لقيتها ملونة. هلا رح اوديها على برنامج البينت واقصها وارجع افتح صفحة جديدة من البينت واحطها فيها. هلا هون انا عملت زوم اوت عشان أحاول أخفف الأبيض اللي راح يكون حوالين الصورة. هاي صغرتها، هلأ بعمل بيست وبكبر الصورة. بعد ما بكبرها راح أعمل زوم أوت، راح تبين معي كبيرة، وبسيبها على الديسكتوب. رح افتح هذا البرنامج، هذا بساعدني اكبر الصور على حجم الورق A4. هلأ هون في عندي اول صفحتين من فوق رح اشيلهم عشان ما ينطبعوا. رح يطبع عندي 10 ورقات رح يطبع الصور عليهم بهالشكل. طلعوا معي الألوان بهذا الشكل لأنه كان الحبر الملون خالص. هون فردتهم على الأرض ورقمتهم عشان يسهل علي ألزقهم لبعدين. هون جبت مشرط ومسطرة عشان أقص الأطراف اللي بالصورة، بس اللي رفيع، أما الخميل اللي تحت هذا بتركه. بعدين بلزق الصور جنب بعض. هلأ هون بعد ما لزقتها بلفها وبجيب ورق كربون بنباع بالمكتبات وبلف الكربونة على الجهة الثانية، يعني يكون الحبر اللي عندي زي هيك، وبصفطهم جنب بعض. ولما بلزق بين كل واحدة والثانية من جوا بلزقهم تلزيق خفيف عشان لما أطبع يطلع الصورة على الحيط مش على الزائد، وبرتبهم. هاي من برا لزقتها كاملة، أما من جوا بس أكمل لزقة زي هيك. رح أثبتها على الحيط. هون جبت قلم تحديد أو ألوان أحمر عشان يسهل علي التحديد وأعرف وين الخطوط اللي مشيت عليها أو إذا في خط تركته، وهلا بحددها كاملة. ما تنسوا تشدوا على القلم عشان يطبع على الحيط.
هون جبت الصورة عشان أشوف إذا في إشي أنا مش مبين معي، لأنه لما عملت كبرت الصورة في ملامح كانت مش واضحة عندي، فبالصورة بس أشوف هيك عشانها بتكون أوضح. لما نيجي نشيل الصورة بعد ما كتبنا ما نشيلها مرة واحدة، بس منشيل جزء جزء ومنشوف إذا في خطوط نسينا نرسمها، زي أنا هلا هون نسيت أرسم خط، فهلا بس برسم وبشيلها بكل سهولة بكون انطبع على الحيط. هون بستعمل تحديد أسود خميل شوي وبحدد الخطوط اللي رسمتها. هون بعد ما رسمتها بس كملت باللون الأزرق لأنه كان خالص أو خلص القلم الأسود اللي معي قبل ما أروح أشتري واحد. هاي الأدوات، بدي الصورة، شوية مي، ألوان الأكريليك، والريش اللي بتريحكوا بالرسم، والقلم التحديد. هون جبت علبة سي دي عشان بدي أخلط على إشي بلاستيك يكون، لفيت الصورة وعملتها على الجهة البيضة عشان لما ينشف اللون أقدر أحط عليه مي وأرجع أخلطه عادي وأستعمله. الألوان اللي مو بحاجة لخلط راح أحطها من الأنبوب دغري على الحيط واللون لحاله بسرعة بينشف. هلا الصورة اللي انا بدي اياها جاي هو على زهر، انا ما بدي هيك، بدي هذا اللون، فراح اخلط شوية من الاسود مع ابيض اكتر، وعشان جسمه من عند بطنه راح استعمل شوية اسود وكتير ابيض، اكتر الابيض فبطلع السكني افتح وبخلط، وفي اي وقت نشف اللون بس بحط عليه شوية مي برجع عادي. رجعت جبت قلم أسود، هلأ برجع بحدد وبعمل عيونه باللون الأسود.
هون أنا كملت الرسمة، بس لما تشوفوه عن قريب بيطلع الخطوط مش مرتبة، واللي راح أعمله راح أرجع أحدد الصورة بالقلم الأسود. وفي أي وقت خربطته أرجع أحط لون فوق الأسود بروح. هدول الرسمات مع السبايدر مان كمان عملتهم بنفس الطريقة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وبشوفكم بإشي جديد. باي.